ننتقل الآن إلى حاجات المرأة، وهي أيضا خمس حاجات. طيب. أقولها سريعا. الحاجة الأولى هي حاجة المرأة. بس لابد تعدل في الوقت وفي الشرح بين ال. أبشر يا شيخ. بين الجنسين. الحاجة الأولى هي حاجة المرأة للاهتمام. الاهتمام. وقد تأتي هذه الحاجة على رأس أولويات المرأة. المرأة تريد الرجل الذي يهتم بها ويعتني يعني بمشاعرها. فكلما أحست المرأة باهتمام الرجل بها يعني وبتفاصيل حتى حياتها كلما أحبت ويعني وثقت به. ولذلك نحن نقول للرجل اسأل عنها إذا افتقدتها، كن دائم السؤال عن أهلها وخصوصا والديها، خصص وقت للجلوس معها، اهتم بمواعيدها، اشعرها بحرصك على إنجاز أعمالها، خلها تشعر بأنك حريص عليها أكثر ومهتم بها في وقت ضعفها ومرضها. كل هذه أمور مهمة جدا تشعر المرأة، هي مؤشرات أن الزوج حقيقة يهتم بزوجته. يا سلام. اثنين. ثاني. حاجة المرأة إلى الفهم. الفهم. المرأة تريد الرجل الذي يفهمها، يدرك يعني حتى أو أنا أقولها حتى، ويمكن الشيخ صالح يعني ينبه على هذا الأمر، حتى نفهم المرأة، حتى الرجل يفهم المرأة والمرأة تفهم الرجل، لابد أن ندرك أن ثمت فروق، هناك فروق بين الجنسين. كلما تعمقنا في فهم هذه الفروق كلما علمنا أن يعني أو عرفنا كيف نصل أو نستوعب المرأة ونفهمها. يعني مثال بسيط فقط، أغلب الرجال عندما تشتكي المرأة يظن أنها تنشده الحل، وهي لا تريد منك حل. عندما تشتكي المرأة إليك هي تنشدك المؤازرة والمساندة وأن تكون قريب منها، لا تريد منك حل. وأنا هنا أتعجب من فهم النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. في حديث عائشة قال إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة. قالت يعني من أين ذا؟ قال يعني إذا قلت يعني لا وربي محمد كنت علي غاضبة، وإن قلت لا وربي إبراهيم. فهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. الحاجة الثالثة إذا احنا تحدثنا عن الاهتمام والفهم، الحاجة الثالثة هي حاجة المرأة إلى الاحترام. الاحترام. المرأة تحب الزوج الذي يحترمها، يناديها بأحب الأسماء، ينعتها بأجمل الصفات، يكرمها ويكرم أهلها ويحترمهم، ويعني إكراما حقيقة لزوجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. إذن فاحترام الزوج لزوجته حاجة مهمة تنتظرها منه المرأة، وهذه الحاجة يا إخوان لا تتعارض أبدا مع قوامة الرجل. لا يظن أن الإنسان عندما يحترم زوجته أكيد. أن هذه تتعارض مع قوامته أبدا، لا والله. جميل. الرابع. الرابع هو الإخلاص في الحب، أو ما نسميه أن تشعرها بأنها هي رقم واحد. عندما يكون يا دكتور خالد الحديث عن حب الرجل، فالزوجة لا تريد أن يتقدمها أحد في قلب زوجها مهما كانت قرابته. الرجل الناجح حقيقة هو من يخلص بحبه لزوجته ويشعرها دائما بأنها يعني هي الرقم واحد في حياته. ولذا نحن نقول حتى تصل إلى هذا، أفصح عن حبك يا أخي الكريم لزوجتك، عبر عن مشاعرك الطيبة تجاهها قولا وعملا، قم بمراسلتها بين الحين والآخر، لا تغفل جانب المدح والثناء والتغزل. يا سلام. فكل ذلك حقيقة يشعرها يعني أو يشبعها عاطفيا. والمرأة يا دكتور خالد والله إذا ارتوت عاطفيا أحبت الرجل، وإذا أحبت منحته كل شيء. مع الأسف هناك رجال يحبون زوجاتهم، وأنا أثق تماما في حبهم لزوجاتهم، ويعبرون عن حبهم لزوجاتهم فعلا لا قولا، وهذا أمر تريده المرأة. المرأة لا تكتفي أنك تشتري لها وتفعل لها لكنها تريد أن تسمع منك هذا الأمر، فأفصح عن هذه المشاعر. أخيرا وخامسا يعني من الحاجة الخامسة هي حاجة المرأة إلى الاطمئنان. شعور الزوجة بالطمأنينة والأمان مع زوجها حاجة ملحة حقيقة لدى المرأة. فعندما تجد المرأة نفسها مطمئنة آمنة مع زوجها تندفع قدما في تشجيعه ووضع الثقة فيه. المشكلة هناك بعض الأزواج الآن يزعزع هذه الحاجة بالتهديد بالطلاق، بالتهديد بالزواج بأخرى، عدم يعني الصدق في المعاملات المالية. ولذلك مهم جدا حقيقة أن نشعر الزوجة بالأمان. وأنا رأيت أن من أهم الأشياء التي تشعر المرأة بالأمان مع زوجها
أن ترى المرأة في زوجها أنه مستقيم في خلقه، في تدينه، صالح في عبادته، محافظ على صلاته، كل هذه يعني حقيقة تشعرها. وأخيرا أقول ما أجمل والله الحياة الزوجية عندما يسودها جو من التفاهم، تعرف المرأة يعني حاجات زوجها، ويعرف الرجل حاجات زوجته، ويلبي كل واحد منهم حاجات الآخر دون من ودون أذى. عندها يعني يعني تتحقق الحياة الزوجية السعيدة، وستخلق البيئة الجاذبة، وتنحسر المشكلات. وكل هذا والله يا دكتور خالد سينعكس على سلوك الأبناء وعلى البيت كله، مما يجعل الأسرة بأكملها تتمتع بصحة نفسية بإذن الله عالية. سلام. شكرا لك يا دكتور خالد. شكرا جزيلا، أمتعتنا ودرر المباركة. الله كتب الله أجرك وبارك فيك. كان معنا الأخ الأستاذ عبد المنعم بن عبد العزيز الخوفي، المستشار الأسري بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، على في هذه الإطلالة الجميلة. Thank you.